تقام الحملة الوطنية للتحسيس والكشف المبكر عن سرطان الثدي وتحت إشراف وزارة الصحة العمومية، وذلك من 22 أكتوبر إلى 22 نوفمبر 2018. نظمت جماعة عمر بتنسيق مع الأطر الطبية للمركز الصحي لجماعة بالقناديل يوم تحسيسي. جماعة ديال عامر نشكر المسؤولين، الله ينصر سيدنا، ونتمنوا من هذه المبادرة تبقى تكرر. الناس المساكن بعيد عليهم النقل، بعيد عليهم المستشفى، وهذا تيضطروا ساكن ما تيمشيوش قاعد يهملوا راسهم وهذا. وشكرا، تنشكركم تنتوماي، وتنشكروا الطاقم، وتنشكروا كاع المسؤولين. شكرا لك. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تنشكروا جماعه ترابيه اللي عامل اللي قامت لنا بهذه المبادره هذه، اللي هي فعلا حنا محتاجين ليها بواحد الشكل كبير كبير بزاف، مع التنسيق مع الاطر الطبيه اللي مركز ابي القناديل. وهذه في الحقيقه المبادره خاصها تساعد، ماشي دار لنا ماشي غير مره في العام، ولكن تكون حملات متكرره، خصوصا وان الناس في المنطقه هذه بعيد عليهم المراكز الصحيه بزاف، خاصك ترونسبور اللي ما كاينش يساعد انه باش يمشيو. وكاين مجموعه ديال الناس اللي تيعانيو مجموعه ديال الامراض الصحيه اللي خاص ضروري انهم يعفوا عليها، خصوصا سواء اللي تتخص النساء ولا اللي تتخص الاطفال. وتنشكركم بزاف، تنشكروا جريده اصوات اللي قامت بهذه المبادره هذه وعطات لنا هذه الحمله هذه. وعاودوا، وتنبغي ناكد على واحد المساله اخرى اللي هي ما كرهناش ان الحملات الطبيه تركز على الامراض اللي تتكون خصوصا بالاشعه، اللي تتكون التكاليف ديالها تتكون باهظه، ومجموعه ديال الناس ما تيقدروش انهم يغطيو تكون المصاريف هذه. فشكرا جزيلا، وما تنكروش ان تعاود وتعاود تكرر. السلام عليكم. تنشكروا الجماعه الترابيه لعامر على هذه الحمله الطبيه اللي دارتها الناس اللي في المنطقه ديال بقنادل بمساعده الاطر الطبيه اللي بقنادل. ومن هذا المنبر كنتمناو انها تكون مبادرات اخرى في هذا النطاق الطبي، لان هاد الناس في هذا النطاق محتاجين بزاف في مثل هذه الحملات الطبيه. وكنشكروا ايضا الاصوات، جريده اصوات، على هذه المبادره باش يجيو ويشوفوا الناس ويعرفوهم على المشاكل الصحيه اللي كيعانيو منها في هذه المنطقه في البلاد ديالنا. وشكرا. لا تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس.